مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى نشرة الرابعة بتوقيت السعودية التي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج. هذه أبرز عناوين اليوم. إطلاق برنامج صنع في السعودية لدعم القطاع الصناعي محليا وخارجيا وتعزيز المحتوى المحلي. ولتعزيز بيئة المنطقة ولي العهد السعودي يطلق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وأعمال التشجير متواصلة في العاصمة السعودية ضمن مشروع الرياض الخضراء الذي بدأ قبل عام. في الرابعة أيضا، وصول القوات الجوية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات مع نظيرتيها الأمريكية والباكستانية. ووزارة النقل السعودية تؤكد للعربية انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 21%. قبل البدء في الرابعة نتابع معكم هذا الفيديو الذي يوثق تدمير التحالف لزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي قبالة الحديدة في البحر الأحمر. نتابع. أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف اليوم برنامج صنع في السعودية تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر فعالية افتراضية بثت في منصات البرنامج للتعريف به والكشف عن شعره. يهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وزيادة الاستهلاك المحلي، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي وتسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليا وعالميا. إن تطلعات سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله تجعلنا نستشعر حجم وأهمية هذا البرنامج الوطني وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الانتماء للمنتج الوطني وتنمية المحتوى المحلي وزيادة فرص التوطين. ويشرفني اليوم أن أعلن عن إطلاق برنامج صنع في السعودية برعاية كريمة من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وزير الصناعة السعودي بندر الخريف أضاف أن برنامج صنع في السعودية سيستفيد من مزاياه كافة المصنعين الذين تستوفي منتجاتهم معايير الجودة الخاصة بالبرنامج. يسعى برنامج صنع في السعودية إلى تغيير الصورة النمطية عن المملكة من دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط إلى إظهار واقع الصادرات وخليط المنتجات غير النفطية. ولعل من المهم الإشارة إلى أن ما تحقق من نجاحات للصادرات السعودية والعديد من العلامات الخاصة المصنعة محلياً سيسهل على المصدرين الجدد البناء على هذه النجاحات، خاصة في ظل تبني البرنامج لعلامة تجارية موحدة يستفيد منها جميع المصدرين وفي مختلف الأنشطة. وستحمل مجموعة من القيم المستمدة من ثقافتنا ومبادئنا الراسخة كالجودة والمصداقية. وسيقدم برنامج صنع في السعودية تحت هذه العلامة
حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات والأعضاء لتوسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج صناعة سعودية على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها. وسيعزز البرنامج روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن. وسننشر علامتنا التجارية العالمية في الأسواق الدولية بثقة وفخر، نعرف من خلالها بمنتجاتنا التي تحمل علامة صناعة سعودية وتتميز بالجودة والموثوقية. أرض مجد وعزة، منبع فخر واستقرار، وطن يفيض ببشائر خير وعطاء، تراث عريق وطموح لا محدود. كأمة معطاءة تقود مسيرة نجاح وتميز بتسارع وثقة، نستلهم طريقنا من نبضها المتجدد، فتحملنا على جناح الفرص العظيمة نحو آفاق جديدة، تدفع بنا نحو الأمام، تشحذ همتنا لمزيد من الابتكار والأفكار الخلاقة. فقد حان الوقت لنجسد فخرنا عبر إنجازاتنا كوسام شرف ومنارة للامتياز تبهر بنورها العالم. نحن صنع في السعودية. من الرياض ينضم إلينا رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر بحلي. وسيد عمر، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. أولا، كيف رأيت هذا البرنامج من حيث الخطط المعتمدة، المستهدفات وآليات العمل أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ خالد. الفكرة ككل هي فكرة قديمة، ولكن لم تخدم بالخدمة التي قدمها معالي وزير الصناعة الأستاذ بندر خريف، لأن الصناعات السعودية منذ طفرتها الأولى في السبعينات هي مفخرة للعالم العربي بشكل عام. فالصناعة السعودية تعتمد على الجودة، تعتمد على الكفاءة، على المصداقية مثل ما تفضل معالي الوزير، وأيضا على الأسعار المنافسة. الصناعات السعودية وصلت إصقاع العالم، وكذلك تنوعت الصناعات السعودية. الكثير يتوقعون الصناعات السعودية محدودة، إنما الصناعات السعودية شملت مجالات كثيرة، منها البنى التحتية وكل ما يمت بصلة للبنى التحتية، وكذلك الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والغذائية والاستهلاكية وخلافه. فخدمة هذه الصناعات تأتي من منطلق أولا وطني، نركز في البداية فيه على السوق المحلي والمواطن والمقيم في إعطاء استهلاكه من الصناعة الوطنية الأولوية، وكذلك أيضا في الجانب التصديري في تصدير المنتجات السعودية لدول العالم، وحماية هذه الصادرات سواء من خلال البرامج مثل موجودة في بنك الصادرات وبرنامج الصادرات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وكل العوامل المتاحة الآن في الرؤية 2030، هي دعم كبير جدا للصناعات السعودية، وأيضا مشجعة من ناحية أخرى للمحتوى المحلي وإيرادات أخرى أو ما يسمى. ما الذي سيتغير الآن بعد إطلاق هذا البرنامج؟ أولا، ما سيتغير هو المحفزات. الجانب الحكومي قدم محفزات كثيرة، منها برامج الصادرات، منها البرامج اللوجستية، منها أيضا دعم المحتوى المحلي في المنتجات التصديرية، إضافة إلى المناقصات الحكومية والمناقصات المحلية ستكون الأولوية فيها للمنتجات السعودية. فصنع في السعودية حيكون ما يسمى بسلوغن يعطي الثقة ويعطي أيضا المواطنة. إضافة إلى ذلك أستاذ خالد، المهمة جدا خصوصا من ناحية المنتجات الحلال، المملكة السعودية كونها دولة إسلامية
تضع تجعل من المنتجات السعودية ثقة للعالم الإسلامي في اقتناء المنتجات السعودية كونها منتجات حلال، خاصة فيما يتعلق بالأغذية والمواد. على مستوى المجالات الآن هل ستتغير؟ لأن هناك البعض مثلا يقول بأنه صحيح أنه في منتجات سعودية تصل إلى العالم ولكنها تظل في إطار محدود، الآن هل سيتوسع؟ أول نقطة زي ما ذكرت لك هو التوسع المحلي أهم جزئية، لأن أكبر الاستهلاك سيكون محلي، ونحن القوة الشرائية عندنا قوية جدا، عالية جدا، نحن أكبر ثاني قوة شرائية في العالم في مجموعة العشرين، فبالتالي المحتوى المحلي واستهلاك المنتجات الصناعية محليا هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في إيجاد محفزات في التواجد في الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا، في العالم العربي بشكل عام. الدول المحيطة في المملكة العربية السعودية جميعها تتشوق إلى الحصول على المنتجات السعودية، ليس فقط لكونها جودة عالية ولكن أيضا لقيمتها التنافسية، وأيضا لتوفرها من ناحية اللوجستية في توريدها في وقت قياسي. فانظر نحن مقبلين مثلا على شهر رمضان المبارك، فالتصدير إلى الدول المحيطة سيكون أسهل وأسرع وأدق في عملية التوريد. الوزير قال بأن البرنامج سيستفيد من مزايا كافة المصنعين الذين تستوفي منتجاتهم معايير الجودة الخاصة بالبرنامج. أنا أريد أن أفهم هذه النقطة، قد يفهمها أحدهم بيقول والله معناته أن المنتجات أو بعض المنتجات الموجودة الآن لا تخضع مثلا لمعايير الجودة، وبالتالي اليوم هناك حصل التغيير. لا، خلينا ترجم ما يعني الوزير. هو أولا المنتجات السعودية تخضع للمواصفات والمقاييس السعودية وكذلك الخليجية، فهي تحت يعني رقابة قوية جدا، وبالتالي ستنافس أي منتجات أخرى قادمة من الخارج، لا يعني قد تسرب إلى السوق السعودي وليس لها مصداقية في المواصفات والمقاييس. هذه من ناحية. من ناحية الثانية التنافس السعري، الجودة السعودية مع التنافس السعري أثبت دائما قوتها وقدرتها على المنافسة، وهنالك أدلة كثيرة سواء في السوق السعودي أو الأسواق التنافسية. هناك منتجات سعودية بكل فخر تجدها في كل أسواق العالم سواء غذائية أو استهلاكية. من ناحية ثالثة وهذه مهمة جدا، منتجات البنى التحتية والتي تعد ضخمة جدا وتدخل في بناء البنى التحتية سواء من ناحية المشاريع الموجودة في دول العالم، هنالك يعني كثير يجهل مثلا انه في الاستاديوم في موسكو أجهزة التكييف سعودية، في ألاسكا في خط أنابيب ضخم مغلف، هذه صناعة سعودية. هنالك منتجات كثيرة مثلا في فيتنام منتجات سعودية، وهكذا. نحن نجهل قدراتنا الكامنة، صحيح. ويجب أن نحافظ عليها ونشجع على دعمها. صحيح، شكرا جزيلا لك رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية من الرياض عمر بحليوة. ونتابع على الأرض واقع الصناعة السعودية اليوم من أحد مصانع الدمام، معنا مراسل العربية سالم الراجح. سالم مرحبا بك. سالم، أعطينا فكرة عن المصنع الذي تتواجد فيه الآن، وهل سيتغير من أمره شيء بعد إطلاق هذا البرنامج، برنامج صنع في السعودية؟ أهلا خالد، كما ذكرت نحن نتواجد الآن في أحد المصانع المتواجدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. هذا المصنع يتميز بصناعة المطابخ بتقنيات حديثة ومتطورة. كثير من المقاهي أو كثير من فروع المقاهي العالمية المتواجدة في منطقة الخليج تعتمد على هذا المصنع في تجهيز مطابخها. للحديث أكثر ينضم معنا المهندس علي الحلال، مهندس بحث وتطوير في هذه الشركة. أولا مهندس علي، اليوم أطلقت مبادرة صنع في السعودية، كيف ستنعكس هذه المبادرة على المصانع وعليكم كشباب سعودي يعمل في هذه المواقع؟ بلا شك أن هذه المبادرة ترفع بشكل كبير مستوى تصدير الصناعات السعودية للخارج، وللأمانة هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لشركة الرقطان، حيث أن مستوى التصدير الآن في السنوات الحالية لا يتعدى 5% من إجمالي المبيعات.
ودول التصدير الآن متواجدة الآن هي البحرين وعمان وقطر والإمارات. لكن الخطة القادمة للسعودية، الخطة القادمة لشركة الركطان في السنة المالية الجديدة التي تبدأ 1 يوليو هي رفع نسبة تصدير للخارج إلى 25%، من 5% إلى 25%. جيد، إذا ما تحدثنا عن التصدير بالتحديد فإن خلال السنة القادمة ستتضاعف تقريبا 5 مرات في هذا المصنع، خلال 4 إلى 5 سنوات قادمة هل من الممكن أن نرى يعني نسبة التصدير ترتفع بشكل أكبر؟ بلا شك، مع دعم هذه المبادرة فإن نسبة التصدير سوف تتزايد سنة بعد أخرى، وهذا ما يفتح مجال كبير لعدة فرص، لأن التصدير للخارج يتطلب توسع في عدة مجالات، مجال الهندسة والجودة والصيانة والمشتريات والمبيعات. بشكل سريع، أبرز أهداف مبادرة صنع في السعودية هو توفير فرص وظيفية، كيف ترى توفير فرص وظيفية في المصانع؟ كما ذكرت أن هذه المبادرة تتطلب توسع كبير في مجالات عديدة، مما يعني شواغر كثيرة في مجالات عديدة غير مستوى الصناعة والمستوى الصناعة والجودة، مما يعني أن ممكن نحتاج في تقنيات المعلومات، ممكن نحتاج في المشتريات والمبيعات، فتكون الشواغر متوفرة بشكل كبير في المصنع إذا ما تزايد مستوى التصدير للخارج. شكرا مهندس علي. نعم خالد، كنا معكم من أحد المصانع المتواجدة في مدينة الدمام الصناعية لمتابعة أعمال المصانع السعودية مع إطلاق مبادرة صنع في السعودية التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم. شكرا لك سالم الراجح، مراسل العربية من الدمام. الرابعة مستمرة، تتابعونا فيها بعد قليل. لتعزيز بيئة المنطقة، ولي العهد السعودي يطلق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. أهلا بكم من جديد. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة السعودية الخضراء بهدف حماية الأرض والطبيعة والحد من آثار تغير المناخ. وأكد ولي العهد على أن السعودية ستعمل من خلالها على رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، إضافة إلى مكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تضمها، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة. كما أضاف الأمير محمد بن سلمان بأن السعودية ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وستعمل أيضا المبادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق أيضا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ستبدأ السعودية العمل عليها مع دول مجلس التعاون، تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية، ما يجعل المبادرة أكبر برنامج تشجير في العالم. كما سيعمل المشروع على استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وستعمل السعودية من خلال المبادرة على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجال إنتاج النفط، مما سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، وهو ما سيحقق تخفيضا في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من المساهمات العالمية.
عام 2020 كان العام الأكثر حرارة على الإطلاق، إذ ارتفع المتوسط العالمي لدرجة الحرارة من يناير إلى نوفمبر بنحو 1.2 درجة مئوية، وشهدت المناطق الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة يزيد على ضعف متوسط الزيادة العالمية. وفي أجزاء من شمال سيبيريا كانت هناك حرائق واسعة، إضافة إلى عدد قياسي من الأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات التي سببها هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 8000 شخص وخسائر اقتصادية بلغت 210 مليارات دولار من الأضرار. هذا الرقم أعلى بكثير من خسائر العام 2019 عند 166 مليار دولار وفقاً لشركة إعادة التأمين ميونخ RE. وكانت الفيضانات في الصين مسؤولة عن أعلى خسارة قدرها 17 مليار دولار على مستوى الحادث، فيما سجلت أمريكا أعلى خسائر دولياً عند 95 مليار دولار بارتفاع بـ 86% عن العام الذي سبقه. ويرى الخبراء أن هذه الفاتورة ستستمر بالنمو التصاعدي ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية على مستوى التشريعات الحكومية، وهو ما يتم التخطيط له فعلاً، إذ أعلنت العديد من الحكومات الأوروبية والصين عن نيتها بتصفير الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050. هذه الطموحات تشكل أيضاً فاتورة باهظة عند تريليون إلى تريليوني دولار سنوياً. ولكن يحذر تقرير فيدرالي من أن تكلفة تغير المناخ ستكون أعلى بكثير. Our European Green Deal involves much more than cutting emissions. وبحسب The Energy Transitions Commission، وهي ائتلاف من كبار المسؤولين التنفيذيين من 45 من منتجي الطاقة والمؤسسات المالية والجماعات البيئية، إنه من الممكن تقنياً واقتصادياً تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن بتكلفة سنوية تتراوح بين 1 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف المجلس أن الاستثمارات الإضافية المطلوبة ممكن توفيرها بسهولة نظراً للمدخرات العالمية الحالية وأسعار الفائدة المنخفضة المستمرة وحجم الإنفاق العام المخصص لتحفيز الاقتصاد بعد وباء الفيروس التاجي. سمر المشطة العربية. معنا من الرياض عبر الهاتف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقية. دكتور أسامة، مرحباً بك معي في نشرة الرابعة. وسائل إعلام عالمية علقت على هذا الإعلان، وصفتها بالمبادرات الطموحة والعملاقة، لكن فعليا إلى أي مدى مثل هذه الأفكار هي قابلة للتنفيذ في منطقة صحراوية إلى حد كبير وبمصادر مياه محدودة للغاية أيضا؟ أول شيء شكرا على الاستضافة. طبعا هذا يوم تاريخي، المبادرتين السعودية والإقليمية هي فعلا مبادرات عملاقة بكل المقاييس، تدل على يعني الرؤية والطموح الكبير لسمو سيدي ولي العهد. طبعا ما في شك أنه هذا تحدي كبير، وكل الرؤى الكبيرة كانت مرتبطة بتحديات كبيرة، ولكن مع الإصرار والعزيمة والعمل الدؤوب يتم تحقيق ذلك. يجب أن تذكر عندنا يعني في الصين بدأوا بمشروعهم في عام 78 ويستهدف إلى 2050 في مناطق صحراوية، وحققوا الكثير في مناطق صحراوية. طبعا طبيعة المنطقة وكون أن العاطل المطري قليل وارتفاع درجة الحرارة يشكل تحدي إضافي، لكن احنا لنا في الوزارة الآن عدة سنوات نعمل في التشجير باستخدام أنواع شجرية محلية متكيفة مع هذه الظروف، وأيضا باستخدام مصادر مياه متجددة. الحمد لله عندنا نسجل نسب نجاح عالية جدا. المبادرة مرتبطة بمبادرات كثيرة مصاحبة، منها مبادرة الاستمطار الصناعي أو استمطار السحب أو كلاود سيدينج، برنامج ضخم جدا أيضا نتيجة توجيهات واهتمام سمو ولي العهد
أيضا سيعمل على زيادة العطاء الوطني واستمطار السحب في المملكة طبعا. المقصد الآن أنت تعلم بأنه هذه المبادرة السعودية الخضراء لن تكون مقتصرة على منطقة معينة في المملكة، لا طبعا، وبالتالي ستكون شاملة يعني للسعودية. بالضبط. وبالتالي هل هذه الأساليب الجديدة المستخدمة في منطقة معينة يمكن أن تستخدم في كل المناطق؟ هل لدينا القدرة على ذلك؟ طبعا تصاحب المبادرة العديد من الدراسات العلمية التفصيلية لوضع النمط التشجير المناسب لكل منطقة. سمو ولي العهد أكد في توجيهاته على الاهتمام بالمحافظة على طبيعة المكون النباتي لكل منطقة وعدم الإخلال بها، فنحن نعتمد على النباتات المحلية. طبعا التشجير في المناطق الجبلية يختلف، المناطق الساحلية لدينا غابات المانجو، يعني هذه طبعا تعيش على مياه البحر المالحة، يوجد فيها كثافة في البحر الأحمر والخليج العربي نستطيع أن نطور فيها. هناك طبعا الأودية، عندنا معظم أودية المملكة يوجد فيها أشجار مثل الطلح والسدر وغيرها من الأشجار التي أثبتت تكيفها وتأقلمها مع البيئة الصحراوية الجافة. عندما نضع هذه التجربة في 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 مسار منطقة الشرق الأوسط في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي ستبدأ مع دول مجلس التعاون، هل الأمر أصعب أم أسهل دكتور أسامة؟ وهل بالفعل هناك أرضية مشتركة، هناك تنسيق؟ لأنه أعتقد أنه هو الشرط الأول والاتفاق والتنسيق بين هذه الدول حتى الوصول إلى تحقيق هذه المستهدفات. طبعا يا أخي الفاضل، يعني المملكة العربية السعودية تعمل مع كافة الدول العربية من سنوات، من خلال مجلس التعاون، من خلال الجامعة الدول العربية، في مواقف في يعني المؤتمرات التغيير المناخي، مجموعة الدول العربية دائما هناك تشاور وتنسيق كبير جدا. طبعا هناك قواسم كبيرة مشتركة، طبعا كما نعلم كثير من الدول العربية يعني في تفاوت في العطاء المطري، بالعكس يكون أسهل. إحنا يمكن منطقة الخليج هي أكثر المناطق جفافا، فإذا كنا نستطيع تحقيقها هنا فسيكون الوضع أسهل. في الدول العربية كثير منها لديها أنهار، لديها مناطق جبلية فيها عطاء مطري عالي، مناخات متنوعة، وطبعا وبالتكاتف والعمل والتنسيق والتآزر سيتم تحقيق ذلك بإذن الله. شكرا لك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها. شكرا. في سياق متصل، انطلق قبل أكثر من عام مشروع الرياض الخضراء الذي يستهدف رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء في العاصمة السعودية إلى 16 ضعفا. من الرياض نتابع مع مراسل العربية عبد المحسن الحربي. عبد المحسن مرحبا بك، إلى أين وصل مشروع الرياض الخضراء اليوم؟ نعم خالد، منذ سنة حيث انطلق هذا المشروع بمرحلته الأولى تم زرع ما يقارب 1,400,000 متر مربع في أرجاء المدينة العاصمة السعودية الرياض في الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات. نشاهد في هذه المرحلة خالد كما تشاهد، هذه أحد الطرق الرئيسية التي تم زرعها بعدد من الأشجار، وهي واحدة من 74 نوع من الأشجار والشجيرات التي تم زراعتها خلال هذه الفترة رغم جائحة كورونا، إلا أن الأعمال لازالت سارية في هذا المشروع في عز هذه الأزمة وتواصلت حتى هذه اللحظة. شاهدنا عدد كبير من الطرق والتقاطعات والميادين تكتسي بالخضار وتبدأ هذه الأشجار تنمو وتتشكل بأشكالها الجديدة. بحسب
المعلومات هذه المرحلة ستنتهي بعد ما يقارب أقل من شهر وندخل بمرحلة أخرى في هذا المشروع الرياض الخضراء، حيث تهدف إلى زراعة 7,500,000 شجرة. المرحلة الأخرى ستركز على الأحياء بشكل خاص، ونتحدث هنا عن الشوارع في داخل هذه الأحياء، المدارس والحدائق الصغيرة. هنالك أكثر من 3,000 حديقة صغيرة أو حديقة حي بداخل هذه الأحياء سيتم بناؤها. هنالك حدائق بداخل هذه الأحياء لازالت موجودة حتى الآن، سيتم إعادة تأهيلها بشكل كامل. أيضا في النصف الثاني من هذا العام سيكون هنالك بداية للبنية التحتية لأعمال شبكات المياه المعالجة التي تعتمد عليها هذه الأشجار المنتشرة حول هذه المدينة. دعني خالد أحدثك عن بعض الأرقام التي يستهدفها هذا المشروع خلال المرحلة القادمة. هنالك 16,040 كيلو من الطرق، هنالك 175,000 قطعة أرض فضاء. يتم حاليا مفاوضات مع عدد من القطاعات بخصوص هذا الموضوع، أراضي الفضاء لزراعتها. أيضا هناك 272 كيلو من الأودية، 390 منشأة صحية، 6,000 مدرسة، و2,000 موقع لمواقف السيارات، و1,670 منطقة ومنشأة حكومية. حتى الآن هذه الصورة من الرياض الخضراء، تكتمل المرحلة الأولى على أن تنتقل إلى المراحل الأخرى في النصف الثاني من هذه السنة. شكرا لك مراسل عربية عبد المحسن الحربي. الرابعة مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. إذاعة أرامكو تحتفل بعيدها الرابع بعد 60 في ذاكرة أهالي المنطقة الشرقية في السعودية. ومن أبرز أخبار الرياضة في هذه النشرة بعد قليل: مواجهات صعبة تنتظر فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا في التصفيات. أهلا بكم من جديد. اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان للمشاركة في تمرين مركز التفوق الجوي 2021 إلى جانب القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية. وأوضح المقدم طيار ركن فايح الروقي أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية تهدف إلى دعم أواصر التعاون بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي. أكد نائب وزير النقل السعودي المهندس بدر الدلامي أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى تمكنت من الحد من الحوادث المرورية على الطرق بنسبة تصل إلى 21%، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى الوصول إلى صفر وفيات. ساهمت وزارة النقل مع الوزارات الأخرى في رفع السلامة على الطرق وحدت من الحوادث المرورية على هذه الطرق بنسبة 21%، وكذلك الوفيات بنسبة 24% بإذن الله، لنصل إلى أقل الحوادث حتى نصل إلى إن شاء الله إلى صفر في الوفيات على هذه الطرق. استغل السماء سيرا زيادة الطلب على إصدار رخص قيادة المركبات الخاصة للفتيات في السعودية، ونفذوا عمليات اختلاس من الحسابات البنكية للضحايا تصل ل50,000 ريال. العربية رصدت طرق تلك العمليات وكيف استطاعوا تنفيذ جرائمهم المعلوماتية معتمدين على مواقع وهمية لنظام أبشر. نتابع. حوالة صادرة بقيمة 30,000 ريال، كل اللي كان في حسابي، يعني لو كان في حسابي أكثر كان خذوا. حالات نصب واحتيال كانت ضحيتها مئات المواطنات لاستخراج رخصة قيادة المركبات بعد مضي نحو 3 أعوام من السماح للمرأة بقيادة السيارة
مبالغ مالية ضخمة سحبت من حسابات ضحايا النصب بذريعة إصدار رخصة قيادة خلال 48 ساعة دون اشتراطات. طلب مني بالبداية مبلغ مالي بشرط أنه أحول له المبلغ مقدماً، وهو حيوصل لي الرخصة مثلاً إلى البيت. أنه كفكرة مغرية أنه لما أحول له مبلغ مالي كبير أنه حيوصلها لي للبيت. الأمانة سألت كم سؤال بعدها أنه هل هذا الموضوع قانوني، هل مصرح، فأعطاني بلوك. معرفات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتصيد المضطرات لقيادة السيارة وتنتحل شخصيات تدعي عملها داخل المدرسة السعودية للقيادة، وأخرى تدعي عملها في الإدارة العامة للمرور. قالوا لي من جامعة الأميرة نورة تعليم القيادة واني حستلمها من المرور، فهذا اللي أعطاني انه اقدر يعني اكون في ثقة. العربية تواصلت مع تلك المعرفات التي أثبتت نصبها واحتيالها ووضعت لها مواقع وهمية على محرك البحث جوجل مابس ومسميات لشركات وهمية لإحكام فبركة القضية. فما أن يتم التواصل عبر تطبيق الواتساب تصلك رسالة مدون فيها جميع المعلومات السابقة وتطلب صورة شخصية وفصيلة الدم ورقم الهوية. أرسلت لهم وسألتهم أن طيب أنا مين راح أرسل الفلوس لأي شخص ومين اللي راح ياخذ هذه الأشياء الشخصية، فقال لي شخص يشتغل في المرور واسمه الفلان الفلاني وأرسل لي اسمه بالكامل. وأنا لما شفت اللقب ارتحت لأن لقب القبيلة سعودية، فأنا جلست 24 ساعة جاني خصم مبلغ من حسابي، كل اللي في الحساب راح، كله يعني الحساب قاعد بالأصفار. اتجهنا إلى أحد البنوك السعودية للكشف عن كيف تمكن السماسرة من السحب من حسابات الأفراد، فكانت الصدمة بتأجير بعض الأشخاص لحساباتهم البنكية لهؤلاء المحتالين مقابل عائد مادي سنويا. الرابط هذا أول ما تفتحه هالشخص الضحية يبان لها أنه هذا موقع وزارة الداخلية كتصميم أولي، وهو يكون في الجهة المقابلة وهو معها على التليفون فاتح الموقع البنك. فهي لما تجي لها الرسالة تقول واو فعلا الموقع هذا سليم وأنا دخلت على إبشر، ومو بداري أنه اللي دخل شخص آخر من جهة أخرى. فهو يدخل أخذ الكود دخل من هناك على الحساب البنكي للعميلة وبدأ ينفذ العمليات وبدأ يستقبل المبالغ المالية على الحساب إذا هو فتح حساب باسمها وهي مين عارفة. وفي النهاية تكتشف بعد فترة من الفترات أنه فعلا ضحك عليها ولا في رخصة ولا في أي شيء مع الكلام. الداخلية السعودية تؤكد أن تلك العمليات في إصدار الرخص تتم بطرق غير نظامية وتتوعد بالتصدي لعمليات الاحتيال والنصب في أنحاء المملكة. حياة الغامدي، العربية، الرياض. الآن أخبار الرياضة مع ليليا. شكرا خالد، أهلا بكم. أعلن نادي النصر السعودي أن اللجنة العامة للانتخابات استبعدت قائمة المرشح غانم المطيري من سباق الرئاسة، بذلك سيبقى مسالي المعمر المرشح الوحيد لرئاسة نادي النصر. وستعقد يوم الخميس المقبل الجمعيات العمومية للنادي العاصمي، وهي الأولى لأحد الأندية في السعودية منذ بدء جائحة كورونا. يحل منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 الليلة ضيفا على منتخب جورجيا ضمن تصفيات المجموعة الأوروبية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2022. يراهن مدرب إسبانيا لويس إنريكي على إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسي الذي شارك في مواجهة اليونان والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف. يبدو أن القائد سيرجيو راموس جاهز للمشاركة في المباراة رقم 180 مع المنتخب. إسبانيا في المركز الثاني بنقطة خلف السويد المتصدرة والتي تواجه كوسوفو، بينما لا تملك جورجيا أي نقطة حتى الآن وهي في أسفل المجموعة. في المجموعة الثالثة تحل إيطاليا ضيفة على بلغاريا في فاسيليفسكي ستاديوم في صوفيا، وكانت إيطاليا قد افتتحت التصفيات بفوز هام بهدفين على إيرلندا الشمالية سجلهما بيرادي وإيموبيلي. تنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما، كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة بدور الثمانية.
يلتقي منتخب إنجلترا بمضيفه منتخب ألبانيا في تصفيات كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة على ملعب أرينا كومبيتاري. كان منتخب الأسود الثلاثة بدأ مشواره في التصفيات بخماسية على سان مارينو في ملعب ويمبلي ليتصدر مجموعته، وكانت المباراة محل شك بسبب مخاوف أمنية، لكن شرطة الولاية في ألبانيا أكدت لاتحاد الكرة في البلاد إن المباراة ستقام من دون أي تأخير، وتحل المجر ضيفة على سان مارينو في المجموعة ذاتها. ويحل منتخب ألمانيا ضيفا على نظيره الروماني في بوخارست ضمن المجموعة العاشرة على ملعب أرينا ناسيونالي. منتخب ألمانيا فاز بثلاثية على منتخب أيسلندا في افتتاح مشوار التصفيات، ولكن لاعب يعاني من إصابات حيث انضم نيكولاس سالي إلى الغائبين، كما وشهدت الأيام الماضية استبعاد جوناس هوفمان بسبب كورونا، ما أدى أيضا لخروج زميله مارسيل هالستنبرغ بسبب مخالطته. وصل الترجي لابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري التونسي بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيف الاتحاد مناستيري بهدف من دون مقابل. سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة التي أقيمت على ملعب المنزة قبل أن يسجل الترجي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، سجله اللاعب عبد الخالد باسط ليرفع رصيد الترجي إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري التونسي بفارق 7 نقاط أمام النجم الساحلي صاحب المركز الثاني. بالمقابل أوقفت الهزيمة رصيد الاتحاد المنستيري عند 7 نقاط بالمركز السادس. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك خالد. شكرا ليليان. يدور القمر حول الأرض مرة واحدة في كل شهر، لكن متى يظهر القمر بدرا ومتى يظهر هلالا؟ التفاصيل مع خالد الزعيم. يدور القمر حول الأرض مرة واحدة في كل شهر من الغرب إلى الشرق، ففي أول الشهر نشاهده بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية، وفي آخر الشهر نشاهده قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية، وفي منتصف الشهر نشاهده بدرا بعيد مغيب الشمس شرقا. فإذا كان الشهر 30 يوما بين قوسين وافي، فإن التبدر يكون يوم 15، وإذا كان الشهر 29 يوما بين قوسين هافي، فإن التبدر يكون يوم 14. هذا من باب التقريب عند العامة. ففي منتصف الشهر يكون القمر مستقبلاً للشمس، والبعد الزاوي بينهما 180 درجة، فيستقبل كامل إضاءة الشمس فيبدو بدراً، وهي المنزلة التي لا ينخسف القمر إلا بها. عجل الخسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مظنة الإبدار، فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار. وخلال هذه المدة يكون القمر قد نزل ب28 منزلة، وهي الأيام التي نشاهد بها القمر بالعين المجردة. وأشهر منازل القمر الإهلال، وأجمل منازل القمر الإبدار، فيكون هلالاً في أول الشهر وفي آخره، وبينهما يكون بدراً. قالت: بلغت 40 فهل ترى أني كبرت على الجمال فزالا؟ قلت: الذي سواك أبدع صانع، زادتك تلك 40 جمالا، كالبدر منتصف الزمان تمامه، والآن أنت أشد منه كمالا. الآن إلى أحوال الطقس مع الزميلة بنان.
أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الأحد نبدأها من السعودية، حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الرياض الشرقية. كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج. وفي العاصمة الرياض درجات الحرارة تنخفض إلى أواسط العشرينات نهارا، فيما تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات. نسب الرطوبة تقل عن 20% ويطرأ نشاط ملحوظ على حركة الرياح. وإلى جدة، حيث الأجواء غائمة ودرجات الحرارة في أواخر العشرينات مئوية، نسب الرطوبة مرتفعة تصل إلى 50% وحركة الرياح نشطة تثير الأتربة والغبار. وفي مدينة نيوم الطقس صافٍ ودرجات الحرارة لا تزال في المستويات العشرينية نهاراً، ودون هذه المستويات ليلاً تكون حركة الرياح نشطة مع نسب رطوبة تقترب من 30%. وإلى الإمارات تحديداً من دبي الأجواء صافية ودرجات الحرارة في المستويات الثلاثينية، لكنها تنخفض إلى أواسط المستويات العشرينية ليلاً، نسب رطوبة تزيد عن 60% وحركة الرياح نشطة. وإلى الكويت الأجواء مغبرة ودرجات الحرارة تكون في أوائل المستويات العشرينية، تنخفض أكثر ليلا إلى دون هذه المستويات، يطرأ نشاط كبير على حركة الرياح مما يعمل على إثارة للأتربة والغبار، نسب الرطوبة تزيد عن 20%. وإلى البحرين من العاصمة المنامة الأجواء عاصفة ودرجات الحرارة في المستويات العشرينية، تنخفض أكثر ليلا، حركة الرياح نشطة جدا يصاحبها هبات قوية تعمل على إثارة للأتربة والغبار، نسب الرطوبة تقترب من 60%. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء. تحتفل إذاعة أرامكو بمرور 64 عاما على انطلاقتها، وبعد أن استطاعت تشكيل ذاكرة موسيقية وإذاعية كبيرة لدى سكان المنطقة الشرقية عموما وموظفي شركة أرامكو خصوصا. نتابع مع عبد الرحمن العصيمي الذي زار الإذاعة ونقل لنا كواليس العمل فيها. منذ 64 عاما وهذه الإذاعة تصدح في أرجاء المنطقة الشرقية في السعودية، قناتان إذاعيتان على موجة FM تقدمان للمستمعين موسيقى خالية من الإعلانات على مدار الساعة. إذاعة أرامكو تبث إلى أكثر من مليون مستمع يوميا، مشكلة ذاكرة لا تغيب لسكان المنطقة الشرقية وموظفي الشركة منذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي. نقلنا محطة الراديو إلى برنامج أو الآب حق Energy Radio KSA، وفي الآب هذا الحين حاليا تقدر تنزل كل البرامج اللي تسمعها وتسمعها على أي وقت يناسبك. أكثر من ثلاثة استوديوهات تضمها إذاعة أرامكو، يعمل بها 10 مذيعين منهم 4 سعوديين، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني يستطيع المستمع من خلاله التفاعل مع الإذاعة على مدار الساعة والاستماع إلى أرشيفها الضخم. أي تفاعل مع أي أحد قاعد يسمعك وأنت قاعد تبث له شيء، يعني شعور جدا حلو، وأنك أنت مجرد أنك تبث، أنت مو تبث عشان تتكلم على عامة الشعب، أنت تبث عشان تكون صاحب أو صديق. تعتبر قناتنا من يعني القناة الأولى اللي كانت في المنطقة موجودة، والناس كثير يعني مرتبطين فيها من ناحية من طفولتهم كلها يسمعونها من يومياً، يعني الطريق للشغل، الطريق هم راجعين. قامت إذاعة أرامكو مؤخراً بتحديث كثير من المواد الموسيقية التي تبثها، حيث قامت بتطوير جميع إعلانات الخدمة العامة ووظفت كتاباً محليين، إلى جانب توسيع شبكتها وتجديد أحد استوديوهاتها بالكامل من الموسيقى الكلاسيكية والجاز لتصبح واحدة من أفضل القنوات الإذاعية في المنطقة. عبد الرحمن العصيمي من الظهران العربية. ختام الرابعة بالعناوين. إطلاق برنامج صنع في السعودية لدعم القطاع الصناعي محليا وخارجيا وتعزيز المحتوى المحلي. لتعزيز بيئة المنطقة ولي العهد السعودي يطلق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. وأعمال التشجير متواصلة في العاصمة السعودية ضمن مشروع الرياض الخضراء الذي بدأ قبل عام.
وصول القوات الجوية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات مع نظيرتيها الأمريكية والباكستانية. ووزارة النقل السعودية تؤكد للعربية انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 21%. نهاية الرابعة، شكرا للمتابعة. ميسون عزام بعد قليل معكم، إلى اللقاء.